يعطيكم الصحة. سمعنا أنا وياكم جروب مش جروب تعرف على ملايين هم من سمعت دومين الراب. معنا أرترو معنا على ريحي محبيبيك عليه بكثر عاشق كمان سوا الحمد لله محبيبيك نورتنا بكثر عاشق والدي شكرا للي بيت تعودنا كيف؟ شكرا للي بيت تعودنا محبيبيك بيك عاشق بيخليك وشرفني يكون بحذيكم معنا عايش شكرا معرفة طيبة أخوي يا أخوي محبيبيك في كل وقت معنا سيدة رائف رسخي محبيبيك عاشق نورتنا يا رائف عايشك يا حمديك الحمد لله به سمعنا أنا وياكم الفريستايل لو كنت تحكينا شوية على الفريستايل هذا والله إذا قاعدين بهنا معناها في بيت كل شيء ديما كنا نبدا قاعدين على حاجة نحطوا الموسيقى باش شوية انسبيراسيون وكل شيء فهمت كيفاش حاسين راه مسنسي غني باللونجلي ومش مسنسي يكتب عربي جامد كتبت له قلت له ليش ما تكتبش معناها بالعربي تجرب ماش خسر حتى شيء فهمت هذه معناها اول حاجه يكتبها رأف بالعربي حسيت كتب فراش قلنا عليها على الاخر حبينا نكملوا عليه التيتر المرسل كامل معناها كل شيء كملنا كتبناه جات حاجه صعبه زي ما صبيناش واول مره نغني عندكم انتم معناها حصريا اول مره نغني عندكم انتم معناها مشابك على شهر شهر اخر نكملوا نسجلوا نصوروا الكليب كل شيء واحد ويا ان شاء الله ان شاء الله أرترو أو بالأحرى علي ريبحي لو كنا نعرف عليك أكثر شكون هو علي ريبحي وشكون هو أرترو؟ علي ريبحي عمري 22 سنة نسكن في حي الرياض مازلت نقرأ في أمة كندي سوية نغرم شوية بالموسيقى بشوية 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 يوصل اللي حب علي معناها كل شيء وديما الواحد يروح مازل معناها في البداية مازل ما قدمش بشوية بشوية ديما الواحد يوصل الحاجة اللي يحب عليها ويوصل البيت متاعه وين راف؟ كيفاش بديت ميتين الراب؟ والله انا مش راب بركه ميوزيك اون جينيرال ميوزيك اون جينيرال غرامي من الصغر خاطر انا كنت فرخي بربش شويه والوالد كان عنده برشا كاسيتات معناها نتاع موزيكا دار قبل كانوا نبربش وكل شيء وبديت نسمع بديت نقلد في الرابورات اللي بداوا والمغنيين اللي عجبوني بالسياسه وليت انا نحب نولي نخدم حاجه واحده انت معناتها بالنسبه لك انت رائف في الميتين تاعك انت معناتها تغني فن موسيقى عاديه وتغني فن راب اون جينيرال ولا كيفاش؟ ما نحبش نحد روحي بجون واحد تاع موسيقى اللي يجي مخي نخدم راب نخدم كور نخدم ريبي نخدم كور معناها لي جون هذوك الكل وان بلوس انا نخدم كالي جون لويت اللي عجبوني مش نجي نخدم معاش انا مثلا فما دي ميوزيك مش نخش عليهم مش نجيش نخدم لك عليهم تيدريك في ستيل هذاك انا اللي عجبني نخدم علي او ارترو وقتاش كثير استغرمت في الدومين يعني في الموسيقى امي كانت عندها دخل كبير معناها في الحاجه هذه خاطر من عمري 4 سنين 3 سنين بديت نفهم شويه كنت ديما نسمع موسيقى في الدار امي ديما تسمع كالستيل كل شويه بشويه وصلت مره معناها سمعت ترا اللي هي معناها حاجه تشيخ عليها معناها بعيده على الستيل الاخرين الكل فهمتها حسيت نيت دوغ هو معناها انسان يقول معناها غرمني بالحاجه هذه الرابي الامريكاني هذه علاش على خاطر جيت في امريكا مثلا والراب من اللي بدا بداك الراب معناها اجريسيفيتي كل شيء وين الناس تغني وا درا شنيا فهمت حسيت هو كان اللي يدخل في الراب الشون هكا باللحن وكل شيء انا شفت على الحاجه هذيك بشوي بشوي حبيت نقلده معناها كل شيء حبيت نغني كيف وواحد نلقى روحي معناها علاش ما عملش الحاجه هذيك جربت كل شيء وهني تو معناها نحاول بشوي بشوي قاعد يقدم هكا قول لي انت كنت صغير وكنت مغروب بالراب كنت نغني كل شيء ومن بعد سيبو عرفتك اللي نجم نكون كيف الحاجه هذه هذه فهمتني الحاجه نقولوا احنا فيها معني الدنيا معني الجو هذا كل شيء نحب نمشي فيها الموسيقى بصفه عامه ما نعرفش مسرح تمثيل الجو اي حاجه هكاك فهمتها حبيت نشد في القلم هذه ونجرب فهمت كي جربت كتبت شوي بشوي بطبيعه الواحد مش يلقى روحه معناها مدرب بروفيسيونيل ولا حاجه حتى تو مازلت معناها نحس روحي صحي ديما نحس روحي كهوايه واحد ديما يحاول يقدم باش يوصل لهاري يوصل الحاجة اللي يحبها هو فهمتها واحد ديما يتعب ويخدم باش يوصل من ناحية بخل خاصة خاطر عندي برشا بخل يعني واحد من الناس حاسين
بالرسمي تعبت على الاخر معناها ومازلت باش نتعب وكل شيء فهمت وصلت معناها نذكرها مسجل تيتر نحوس الكاميرا مسلفه مع الطفله من بلاصه لبلاصه ما نلوش كل شيء يصور لي معناها فهمت لقيت صاحبي شراوت لي راني حولي مشيت انا وياه لبلاصه حطينا لوجنا على فاز هكاك احلى حاسيو حطينا ورانا صورنا ومنتج هو وقتها كل شيء وهبطها بشوي بشوي فهمت ولازم تسعى للحاجه اللي تحب عليها انت معناها هذيك هي شو سألكم سؤال بينكم أردرو والرائف رزكي دخلتوا دومين الراب مع بعضكم ولا كيفي وكيفي جمهوركم اسمع الغنية بتاعكم وين نمزك مقبل فهمت مقبل ما نعرف رائف رائف كي نسكن في الكيف هو وبعد نقل حماتنا احنا نعرف رائف كل شيء في بليش بيه معناه اللي يخدم موسيقى ولا حاجة خاطر رائف ترى كان بطبيعته ساكوتي هو لكن ما يحكيش برشا ديما ساكت ثم دخل صاحبنا حاسيل وقاعدين في قهوة قال لي علي ما عرفني نغني قال لي علي رائف معناه يغني كل شيء واحد سمعني وقتها رائف وشوي بشوي بدينا مع بعضنا واحد حلينا استوديو نتاع موسيقى عامناول وبدينا نخدم مع بعضنا كل شيء كان نجمنا نكملوا بعضنا هو يغني انجلي يخدم شون رفرانيات كل شيء انا نغني معناه في السير نتاعي واحد نجم نركب على بعضنا ونخرجوا حاجة مزيانة فهمتها اكيد بدينا مع بعضنا بشوي بشوي وانا نحاول نقدمه كا واضحة عليه باش نسمعوا تو اغنية فولو مي اغنية فيديورينك ادرو فيديورينك راف ريسكي وبعد نعاودوا نرجعوا في البرنامج كيمو شو نكملوا الحديث مع انا قطع الصوت على خاطر نسمعنا شوي اخر على خاطر فما حقوق النشر باش نسمع بعض الاحداث فلو مي وقتاش خرجتها تبع في اوت 2019 هكا ولا خرجت ترى ذاك الوقت كيف قاعده راه فين قاعدين صارت نفس الحكايه كل شيء مشينا سجلنا من بعد كلمنا تفول صاحبنا كل شيء صورنا الكليب ومشينا التيتر هذاك سافا على الاخر وقتها وصارت فازا نتاع بيراتاج تاع الشام هبط التيتر هذاك وكي مشي امور واضحه على الاخر بعد سي بون معناها كان الامور بدات تمشي سافا في سجلنا التيتر الاخر هبطنا اش صار؟ عرفتك نقول احنا الفيوز قاعده تزيد من بعد ربع ساعه مثلا تحل تلقى الفيوز تحت تلقى الجميع تتنحات الفيديو ما عادش نتفرج فيه كان واحد فوق 18 فهمتها معناها نقولوا احنا كيف ديكلاريو علينا كاين احنا مهبطين ندعيو على ارهاب والا نعديو في حاجات خايبه في الفيديو ولا حاجه فهمتها معناها نسقى تبع في سترايكات فهمتني حسيو عملت انا كي ركحت في الامور وكل شيء قدينا البارامتر هبطنا تيتر خلاص معناها باش نسترجع تتفرج على التيتر اللي قبله عملنا كي نص ساعه الفسق معناها ولد الحلال ربي يهدينا كانت وشين وكل شيء بعد رجعنا ربي يهدينا الكل مكان رأف صارت لك صعوبات في الميتين الراب ولا حاجه لا صعوبات هذا السؤال اللي كنت مع زوز ها؟ انا ما دخلتش برشا في الميتين وقتاش دخلت؟ انا ديما موجود في موجود هذه نقلت هوني موجود انا من 2015 سبع سنين تو ست سنين ديما نخدم نخدم مع برشا عباد ديجا مع برشا عباد اما انا ما نهبطش علاش؟ فهمتني جوست علاش انا عبد بيرفكسيونيست نهبط حاجه على بالي عليها فهمتني مش هيك باش نبدا في قاعد انا والولاد كي يجيني تيتر في مخي نصبوا مع بعض نعبطوا كل شيء لازم لا عندي ديجا هكا عليا عرفني مرشت برشا مرات نرجع كليب حسيب في المونتاج نرجعوا على خاطر فما سين ما عجبتنيش الحكايه نعاود نرجعوا هو والطفل اللي يصور نرجعهم جوز نهار كامل نخرجهم باش نعاود نصور الاخت هذيك بالكليب خاطر ما نعرفش انا نحب أكثر من كومبيتي خارج كاليتي مش شخصية يعني خرجت ثلاثة تيترويت وكلهم عاديين مش خايبين وما أما كي تخرج تيتر باهي طيارة إيش يخو عليه العباد هذيك من رأيي أنا خير فما قبيل فما قبيل بطبيعة فما قبيل على خاطر كل شيء خاصة في تيترويت اللي قدامهم أنا عادية ديما فما قبيل على خاطر فما حاجة سبيسيال معناها
حاجة تركب على الأخرى فهمت كيف إيش؟ سينكرونيزيشن بينتيرو عليه طيار على خاطر هو يفهم ستيل الحد يفهم ستيل والفايب اللي نحب نختلف منه مثلا على انسترومنت سبيسيفيك و... وأنا نفهمه زيادة فهمتني؟ دونك تيترو هي ديجي طيار. بالنسبة سؤال باش نروح على الكونتوم فضلت لجيتي الكونتوم باش تعطوا الغنيات وتحطوا فيها نمبر معناتها نسبة الاستماع نسبة المشاهدة على اليوتيوب شوف الواحد ديما ماذا بيه نقولوا احنا التيتر اللي مثلا هبطنا اليوم تيتر عمل نقولوا احنا نبغوا فيه معينة ماذا بيه نحطوا حاجة توصل خيمة خير منها بشوية فهمتها مش الفايدة ديما في الفيوز نقولوا احنا اسموك عابتين يشيخوا عليك ومقتنعين بالحاجة متاعك خير من برشا تضحك عليك وكذا فهمتها خاطر اي واحد نجم يشلك روحه معناه يعمل حاجه دراك فيها على الاخر هو الناس يقول تعرفني اعطيني صحه ولا انا مش نورمال ولا الجو هذاك روح نتعرف معناه فهمتها اذا بيك نقولوا احنا كتعمل حاجه موسيقى موسيقى قولوا انك تفهمها بيد معينه مش لازم نكون احنا الناس الكل تسمع الموسيقى جون هذاك ولا حاجه وتقول لي انت خرجت من الراب لازم ديما تقعد متقيد بحاجات معينه باش انت تكون معناها عملت الحاجه نتاعك بالكدا معناها تخرج حاجه باخي فهمتها سينو ما عملنا شيء كمان مش تربط حاجه بركي فيها على الاخر وتجد انت به ما نعرفش بجست عملتها ولا بكلمه قلتها بضحك ولا حاجه كما قاعدين نسمع كل يوم تاع في عباد الراب وانا نكبروا به فهمت وما نقدرش نبيه كل شيء الناس تضحك عليه وحراح ليله فهمت عاد نعمل انا حاجه مقيد بحاجه انا معناها نخدمها كما هي نخدمها بالكدا وراب راب يقعد كل شيء يسموني كعبتين وكعبتين يفهموا في الراب يعطيني كلمة صحة ينقدوني ولا يقول يعطيك صحة ولا حاجة خدموا هنا معناها حاجة زايدة ويقولوا احنا كنا برشا فيوز والناس تعرفني قولوا احنا كعبتين يحبوك خير من برشا معناها يضحكوا عليك وكذا فماش انتباهات من جمهوركم في اليوتيوب على الفيسبوك تابعوا فيكم فماش انتباهات شو يقولوا لكم على قناة موسيقى بنشوف تو مثلا تلقى واحد نقولوا احنا يبعث لي على الفيسبوك قول لي قاعدك الصحه وما عليك وش نيك وش عاملين اللي ساعات ما تجاوبش عبد الواحد ما عرفش عنده ما يعمل كلمه ولا فاز مش تلقى تلقى كتب كومنتير على اليوتيوب شيء معناها التيتر اللي هبط ولا حاجه يسبك يقول لك ما كذا كذا حاجه اذا يكون خاطر انت معناها ما جاوبتوش ولا حاجه معناها وصارت الحكايه هذي الناس ما سجلتوا الميتاسيون وكل شيء وين انت يجي مش يردك انت خايب وكل شيء فهمت فاز ولا هذيك الفاز وصلت حتى مثلا عباد تعرفهم يجي يقول لك يعطيك الصحة ماكش نورمال شنو واحد واني معاك ندز معاك وشي وبعد يحل مثلا تيتر في تليفوني قام لك ديسلايك باهي خلينا نسمعوا توا فولو مي نسمعوا توا وبعد نعاودوا ننشعوا في البرنامج كيمو شو طب موسيقى فولو مي أردرو وراف رزقي سمعناه أنا ويكم الآن على موجات جو اف ام مرحبا بكم مرحبا سيدة المستمعين علي فولو مي شراء قادمة فولو مي كل شيء ثمانية زبين نوع معنا على يمين تما هو كنا نشدو نخدم من الأول سي فهمتني سجلت كورونا كل شيء واحد صارت له قاعد فهمت كيفاش وحتى معناها فهمت لي بيس نصورهم معناها شتي كامل نحضر في تيتروات وكل شيء باش واحد يجي في الصيف في اقل وقت معناها برشا وقت باش نجم نصور حاجه به فهمت جي وقت يكون فعلا بك ما نجم نصور في القايله ماك تعرف معناها كاليتيك في جي وكل شيء واحد رجعت الدنيا سبع واحد يكون في نص الليل كل واحد نجم يصور معناها كل شيء ونهبطوا في اول شتي نبدا ان شاء الله ان شاء الله انا البوم كامل معناها فمن الى جانب رائف ولا الى جانب رائف مع الفيديولين فماش امكانيه نشوفوا تريو تريو موجود اي عندنا طفل نجي معنا عنده حاجات معناها اهميه كل شيء اسمه باديس طفل بكال عليه معناها يغني بكذا بكذا ديما مع بعضنا اكثر فهمتها نخدم ثلاثه مع بعضنا ديما رائف كلمه ختين شو تحب تقول للناس شو عم كنتي نشوف نشوفوا الراب كنتي تغني فيها وحدك والله بالطبيعه هو الجول انه نتلموا احنا ثلاثه وعلي وبديس نخدم تيتروات مع بعض نخرج نتربي وبون بليس كل واحد يخدم تيتر وحده خاطر تيتروات مع احنا ثلاثه معناها نتاع جو نتاع ثلاثه مخاخ حتو ثلاثه مخاخ ارتيستيك معناها حتو هي بتبيع يعطيك الصحة راف كلمة ختام لكم بدون ما نسوي شو تحب تقول مرحبا بك كمال وميرسي على السلامة نورتونا أهلا في اليوم بزاف إن شاء الله يجي خير ونجي نتشرفوا خويا وفرحانين معرفتكم عايشك شكرا لك راف كلمة ختام
يرحم والديكم على الفرصه دي و ان شاء الله شيء مخير. شكرا لك كنتوا معنا. كان كانوا معنا ارترو وراف ريسكي، نورتونا وشرفتونا. مساء متواصلين معكم في الكيمو شو. فاصل غنائي ولا نعود نستقبل الضيوف البقيه. خليكم معنا.